آثار الإمبراطورية الفارسية. مدينة شيراز القلب الإداري لمنطقة فارس. قبل فترة طويلة كانت منطقة فارس عاصمة الإمبراطورية الفارسية، وكلمة إيران مشتقة من الكلمة فارس. تبعد شيراز حوالي 1000 كيلومتر عن طهران. إنها ملتقى مهم للتجار الذين يأتون من البر والبحر. على ارتفاع 1600 متر عن سطح البحر تكون شيراز أبرد كثيرا طوال العام مقارنة بالمناطق الأخرى شرق إيران. منطقة فارس هذه مساحتها 133,000 كيلومتر مربع، كانت أحد أقدم المراكز الأولى للحضارة والثقافة والمعرفة. في هذه المنطقة نشأت سلالتان عظيمتان، الأرخمينيون والساسانيون. هاتان السلالتان أثناء أوج قوتهما سيطرتا على نصف العالم. بازار فالكيل هو مركز جذب للتجار في شيراز منذ سنوات. تم بناء المبنى باستخدام مواد يمكنها حفظ الحرارة شتاء ولكنها تبقى باردة صيفا. السجاد هو أحد مصادر الجذب في شيراز. السجاد المصنوع يدويا من هذه المنطقة يباع إلى العالم منذ 2500 سنة. حتى اليوم تظل إيران مركز السجاد الجيد المصنوع يدويا، وخاصة من شيراز. بازار تعني السوق بالفارسية. إنه المركز التجاري لأنواع مختلفة من البضائع. أعيد بناء البازار لتصبح مساحته أكبر، وقد بناه المهندس الإيراني الشهير كريم خان أثناء فترة حكم سلالة الزاند. صمم خان المبنى لدمج التأثيرات الفارسية والإسلامية. هذا البازار والذي يقال إنه أحد أجمل المباني في العالم يستضيف أنواعا مختلفة من السلع والبضائع كالتماثيل الحديدية والبرونزية. أثناء العصر الذهبي للإسلام كانت شيراز في أوج شهرتها. كان هذا أثناء حكم سلالة الموغل الفارسية من 1220 إلى 1380 للميلاد، وأثناء حكم سلالة تيموريد عام 1502. كانت الحدادة فناً موروثاً عن الفترتين. كانت إيران آنذاك مركز فنون للخط والرسم والهندسة والأدب في العالم الإسلامي. ما زالت شيراز مركز الفنون والحرف في إيران. رحالة القرن 15 ابن بطوطة زار إيران ليرى بنفسه النشاطات التجارية في شيراز، وكتب في ذلك: شيراز بلدة جميلة وجيدة التخطيط، ثمة بازار لكل نوع من البضائع التي تباع. الدنزن شعب مثير للاهتمام وذو ملابس راقية. لا توجد مدينة يمكن مقارنتها بدمشق سوى شيراز ببازاراتها وأنهارها وأزهارها. اليوم شيراز مدينة يسكنها 1.2 مليون شخص. يمكن رؤية الامتياز الهندسي لشعبها بوضوح من خلال ضريح سيد مير أحمد، وهو ابن الإمام موسى كاظم الإمام السابع لدى الشيعة. بني الضريح في القرن 14 للميلاد ويزوره الشيعة يومياً. القرميد الأزرق يغطي الضريح، وهناك مئذنة مطلية بذهب من عيار 24 قيراطا. مسجد شيراز القديم لا يبعد كثيرا عن هذا الضريح،
ويقال إنه أول مسجد تم بناؤه في إيران عام 849 للميلاد. يعرف المسجد بمسجد جاميكي أتيق، أدى ابن بطوطة الصلاة هناك عندما زار شيراز. المسجد متميز بسبب المبنى المربع في داخله، ويسمى المبنى بكوداكانا أي بيت الله. تم بناؤه ليكون مشابها لبناء الكعبة في مكة، وهو مبني كمنطقة لتدريب الحجاج الذين سيذهبون إلى مكة للحج. الزلازل العديدة دمرت أجزاء كبيرة من المسجد، ولكن تمت إعادة بنائه عام 1502 أثناء حكم سلالة سافافيد. بالإضافة إلى كونه مقصداً للحجاج، كان هذا المسجد أيضاً محطة للتجار القدماء. تقع إيران ضمن نظام جبل الهيمالايا في الألب، وتتكون من نجد واسع مركزي تحفه النطاقات الجبلية والمناطق السهلة المحدودة. تتعرض إيران لزلازل وانفجارات بركانية شديدة غالبا، ورغم أنها ذات تضاريس صعبة، أصبحت إيران طريق التجار القدماء، وتستضيف قصر إسكندر ذو القرنين. تبعد بيرسوبوليس 60 كيلومترا عن شيراز، وكانت تعرف باسم تاكتا جمشيد، وتربط هذه المنطقة تاريخيا بين التجار الفرس القدماء والتجار الإغريق والهنود. وفي الوقت نفسه يقال إنها ترتبط بإسكندر الأكبر من اليونان. الملك داريوس بنى بيرسوبوليس عام 512 قبل الميلاد، وأصبحت عاصمة سلالة الأرخمينيين بعد موت إسكندر ذو القرنين المعروف بسايرس ذو القرنين لدى السكان المحليين. استبدل سايرس ذو القرنين بابنه كامبسس، ولكن الابن توفي صغيرا تاركا تامبسس بلا وريث، وبالتالي استبدل بداريوس وهو نسيب إسكندر ذو القرنين. كان القصر الذي بناه داريوس في عام 500 قبل الميلاد، لقد بنى قصره كقصر الربيعي، من جهة أخرى بناه كمعبد لعبادة الإله. كان إلههم يسمى أبرومانسا، وكما تعرفون كان لدى داريوس ثلاثة قصور مختلفة، وكانت من أجل راحته لأنها كانت في مناطق آسيوية متنوعة، وكانت رمزا لنيويار، ولهذا السبب بنى داريوس هذه القصور كمعبد لنيويار. والقصر الآخر الذي كان في همدان هو القصر الصيفي، وكان القصر الشتوي في سوزال وهي في جنوب إيران. تزوج داريوس بابنة سايرس ذو القرنين واسمها بيرمتري، وتربع على العرش عام 510 قبل الميلاد. غير عاصمته إلى بيرسوبوليس وبدأ بتشكيل حكومة قوية. مساحة هذا المجمع 125 ألف متر مربع، اكتشفه علماء آثار إيرانيون عام 1930. كان محترقاً ومدمراً من إسكندر الأكبر اليوناني، وبقي غارقاً تحت الأرض لأكثر من 1000 سنة قبل أن يتم اكتشافه. يقال إن النقوش هي لداريوس الملك الذي آمن بإله واحد.
كان داريوس النسيب المحبوب لسايرس ذو القرنين. وكان داريوس إنسانيا، عامل كل من أعدائه وأتباعه بشكل لائق، وجعل هذا القصر مركز عبادة ومركزا إداريا ومنزله الرسمي. الحجر المستخدم هو حجر لجرانيت، وهو حجر أسود نقي، وكما ترون فهو مغطى بالغبار وتغير اللون قليلا هنا، وبسبب هذه الإشارات يقوم الناس بتلميعها. بناء بيرسوبوليس استغرق 120 عاما، لأن معظم الحجارة أحضرت من مكان يبعد 10 كيلومترات وليس من الجبال المحيطة ببيرسوبوليس، لأن الجبال لا تحتوي على مثل هذه الحجارة، إنها حجارة جرانيت جلبت من على بعد 10 كيلومترات كما قلت. وقيل إن داريوس شغل 10,000 من البناء، أي 10,000 من العمال لبناء بيرسوبوليس، 3,000 من مصر، و3,000 من اليونان، و3,000 من الهند، وانضم إليهم 1,000 إيراني لبناء بيرسوبوليس، لأنكم كما تستطيعون أن تروا كل الجنود الإمبراطوريين هنا يتميزون بالشعر والذقن، وهذا كله لأنه يوم جديد لزيارة الملك داريوس. حرر ذو القرنين ذات مرة اليهود الذين قادهم الرسول دانيال الذي كان سجينا في بابل. بعد تحريرهم عاشوا في فارس كرجال أحرار. هذه الصورة تظهر البلاد والأجناس الذين غزاهم داريوس. أثناء حكم داريوس جعل النبي دانيال مستشاره كما فعل والد زوجته. هذا هو جدار البيت الرئيس لبيرسوبوليس. الكليشيهات تصف دفع الجزية لداريوس من 23 أمة خاضعة له. من بين الشعوب التي دفعت الجزية دول معروفة الآن بإثيوبيا وليبيا والهند ومصر وأفغانستان والعراق. تدفع الجزية مرة سنويا في شباط أثناء احتفال الفرس بالسنة الجديدة. كان يتم دفع الجزية بمناسبة رسمية مبهجة للإشارة إلى عظمة إمبراطورية الأرخمينيين. تقليديا كان شعب شمال العراق وبسبب إخلاصهم يمنحون الشرف من قبل الملك لأنهم أول من يدفع الجزية. لم يحدد الملوك الأرخمينيون طبيعة الجزية، بل تركوا الأمر للأمم لكي تدفع وفقا لقدراتها. ويقال إن إسكندر المقدوني أراد الانتقام من إمبراطورية الأرخمينيين لأنهم غزوا بلاده وهاجم بيرسوبوليس في عام 330 قبل الميلاد، أي بعد 300 سنة من موت سايرس ذو القرنين. أظهرت الحادثة بوضوح أن إسكندر ذو القرنين وإسكندر الأكبر كانا رجلين مختلفين تماما. كان داريوس رجلا طيبا كالإسكندر ذو القرنين، وكان يحترم المرأة والمزارعين ويؤمن بإله واحد. على قمة تلة خلف بيرسوبوليس يوجد ضريح آرتزرس حفيد داريوس الذي حكم في عام 450 قبل الميلاد. يقال إن الحكام الأرخمينيين حرموا الخمر ومعاشرة النساء. هذا لأن المرأة كانت تعتبر نقية وطاهرة بسبب حملها بالأطفال. في الواقع حول بيرسوبوليس كلها لا توجد كليشيه أو صورة لامرأة، لأن ديانتهم حرمت هذا. هذا النقش شكل لنصف صقر ونصف إنسان، يفترض أن يكون ملاكا وفقا لخيال نحات أرخميني. من أجل بناء قصر كهذا
فمن المؤكد أن السكان المحليين امتلكوا معرفة واسعة وكانوا متحضرين. كل عمود في بيرسوبوليس كان ارتفاعه في الأصل 14 مترا، وذات مرة كان هناك أكثر من 100 عمود هنا. بالإضافة إلى كونها المركز الإداري، كانت بيرسوبوليس أيضا مركزا لتجارة المجوهرات والذهب. اليوم لم يتبقى شيء إلا الذكريات. في يوم من الأيام كان يوجد هنا ملك قوي وذو نفوذ، وسبب نفوذه ازدهار التجارة في إيران أثناء تلك الأيام. الفيلسوف وعالم الاجتماع المسلم الشهير ابن خلدون قال ذات مرة في كتابه المقدمة: ظاهريا التاريخ ليس سوى قصص عن نهضة وسقوط الأمم. ولكن في الواقع إنه دراسة وبحوث ناتجة عن الكتابات الواقعية لحياة البشر مع معرفة عميقة بالأحداث وأسبابها. أضرحة ملوك الأرخمينيين على هذه التلال تذكرنا بتاريخهم كما عرفه ابن خلدون. هذا المجمع الذي يقدر عمره بألفي سنة ما زال قويا ويحتوي على 1001 من الذكريات والألغاز. السؤال الذي يطرح نفسه هو: كيف بنى القدماء مبنى بهذه الضخامة فوق تلة؟ هذا هو ضريح داريوس الأول المسمى أيضا بداريوس العظيم. الباب الذي يقود إلى الضريح ذو سقف منخفض بحيث يجب على الزوار أن ينحنوا لكي يدخلوا الحجرة. تظهر هذه النقوش عظمة وقوة الملوك المدفونين هنا. هذا قبر زيرزكس وهو ابن داريوس الأول. تقع حجرة دفنه على ارتفاع 30 قدما فوق الأرض. الحجرة هي مكان دفنه هو وأفراد عائلته. قرب حجرة الدفن يوجد مبنى على شكل مكعب يعرف باسم مكعب زوراست. يبلغ ارتفاعه 13 مترا، بينما يبلغ طول جوانبه 7.3 مترا. يقول البعض إن هذا المبنى كان مكان عبادة لعبدة النار الزوراستريين، ولكن لا توجد علامة تشير إلى إشعال نار فيه. الهدف من المبنى يظل لغزا حتى اليوم. تبعد همدان حوالي 400 كيلومتر جنوب غرب طهران، وتقع عند سفح جبل الفاند الذي يبلغ ارتفاعه 1800 متر فوق سطح البحر. طقسها البارد جعلها منطقة مهمة لزراعة العنب. العنب هو منتج هذه المنطقة منذ مئات السنوات. همدان منطقة تجارية مهمة منذ سنوات عديدة، وموقعها استراتيجي على طول طريق الحرير الذي يصل بين القسطنطينية والصين. هذه المنطقة المرتفعة شهدت النشاطات التجارية بين العرب والفرس الذين سيطروا على الطريق في الماضي. الطريق التجاري لهذه الأرض موصول أيضا بالطريق التجاري البحري في جنوب إيران. بسبب هذه الطريق انتشر الإسلام بسرعة في الصين وأرخبيل الملايو. يقال إن همدان تأسست على يد سايرس ذو القرنين، وعلى إحدى التلال توجد كليشيه حجرية مكتوب عليها باللغة الأرخمينية، وبعض المعاني المفهومة من الحجر هي الإله العظيم، أهورا مازدا، الإله الذي خلق الأرض،
والذي خلق السماء وخلق البشرية وخلق السعادة للبشرية وجعل داريوس ملكا بين الملوك ومحاربا بين المحاربين. معنى الإله العظيم أهورا مازدا ليس معروفا، ولكن يبدو أن داريوس أشار إلى الإله كإله واحد عظيم. كذلك فإن الصلوات إلى الإله في الكتابات يبدو أنها تشير إلى أن داريوس كان ملكا يعبد إلها واحدا. وتتعزز وجهة النظر هذه بحقيقة أنه بعد تحرير النبي دانيال قال ذو القرنين إن الإله الذي كان يعبده هو الإله نفسه الذي يعبده النبي دانيال. ذو القرنين الملك الذي عبد إلها واحدا شجع التجارة أيضا، وقام بتأسيس طريق تجارية أسماها الطريق الملكية من هنا حتى ساردس، ومرت الطريق عبر بغداد ووصلت إلى القسطنطينية. كانت طريقا مشهورة وتحت حماية ذو القرنين، وبالتالي كانت طريقا آمنة للتجار لكي يحضروا سلعهم وبضائعهم. على مر السنين انهارت إمبراطورية الأرخمينيين، ويقال إن آخر ملوك الإمبراطورية أحب معاشرة النساء ومعاقرة الخمر، ولم يعد يعبد إلها واحدا عظيماً.